البعد الحضاري وهذه البرك وهذه السدود وهذه الحواجز المائية وهذه الأساليب التي كانت حاضرة تلاشت. طبعا سقطرى ليس أهميتها جغرافية ولا أهميتها بيئية فقط، من المدرجات الزراعية التي حولها اليمني إلى لوحة فاتنة على الجبال تضحك لعيون الشمس وتودع النهار عند الأصيل. من التفاصيل الحضارية لليمن السعيد نقدم لكم هذه الخواطر القصيرة عن اليمن أصل الحكاية.